يا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده ومتجدده من برنامج الاختيار، هذا البرنامج اللي من خلاله نسلط الضوء على المواهب الشبابيه. اليوم عندنا موهبه جميله في رياضه الجوجيتسو، بطل عالمي ومحلي في هذه الرياضه. قبل لا نبلش في مشوار حلقه اليوم، خلونا نتوقف مع هذا التقرير ومن بعده راجع لكم. تعتبر الفنون القتاليه من الالعاب الرياضيه الفرديه التي لاقت إقبالاً كبيراً بين الشباب، خاصة في الآونة الأخيرة، إذ كثرت الأكاديميات والأندية التي تمارس وتدرب مثل هذه الألعاب. ضيفنا إبراهيم لدويسان، لاعب الجوجيتسو الذي صال وجال في اللعبة وحقق العديد من الميداليات ونافس أفضل اللاعبين حول العالم ورفع علم الكويت عالياً في شتى المحافل الدولية. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا التقرير اللي من خلاله تعرفنا على ضيفنا لحلقة اليوم. باسمي وباسمكم أرحب في ضيفي لاعب منتخب الكويت للجوجيتسو الكابتن إبراهيم دويسان، مساك الله بالخير. مساك النور والله. كابتن إبراهيم، لك بطولة محلية وخارجية شاركت فيها. بالبداية خلينا نتكلم عن البطولات هذه وتأثيرها عليك أنت كلاعب. أول بطولة شاركت فيها في 2016 بطولة الكويت جوجيتسو. حصلت على المركز الثاني. بعدين بدأت المشاركات، شاركنا بالإمارات وبإيطاليا، وشاركنا بإيطاليا وهولندا. إيطاليا حصلت على المركز الثاني في 2018. شلون يتم التحضير لهذه البطولات؟ البطولات يعني قبل البطولة بشهر تقريبا أو أكثر شوي نجهز، يكون تمرينين باليوم والتغذية وكل شيء عشان الوزن، هذه الأمور كلها. طقوسك انت ابراهيم في اي بطوله او قبل اي بطوله، اليوم اللاعب في نظام غذائي، في نظام تدريبي صبح وعصر يتمرن فيهم، ابراهيم اليوم شنو طقوسه لاي بطوله؟ قبل البطوله بشهر اتفرغ، يعني حتى اجازه اخذ اجازه من الدوام قبلها بشهر كامل، اقعد اتفرغ يعني تمرين الصبح تمرين عصر والنظام الغذائي، نمشي على نظام غذائي معين عشان الوزن وبس هذه. اوكي. اليوم لعبة الجوجيتسو أغلب الناس تتابع هذه الرياضة لكن ما تعرف شنو لعبة الجوجيتسو أو شنو الفرق ما بينها وما بين باقي اللعبات القتالية، الجودو، الكاراتيه، التايكواندو، الكونفو، شنو الجوجيتسو، وين تصنيفها ما بين هذه اللعبات؟ الجوجيتسو لعبة قتالية، لعبة الجوجيتسو البرازيلية، هي فن الإخضاع، هي عبارة عن فن الإخضاع، شلون تسيطر على الخصم، يعني ما تعتمد على الوزن، تعتمد على التكنيك، ويعني تلقى واحد عادي انه يكون يعني يغلب واحد وزنه ضعيف يغلب واحد اكثر منه ب 10 كيلو او اكثر يفوز عليه، لعبه جميله يعني. مقومات لاعب الجوجيتسو اليوم، لاعب الجوجيتسو يعتمد على شنو؟ بالانس، البودي، الجسم، يعني يلعب له دور في انه يدش هذا اللاعب؟ اكيد شيء اكيد، لا يعني القوه البدنيه تفرق والليونه، كل هذه الاشياء عوامل حق اللاعب يعني. تضيف له بس هم يعني اللاعب بامكانه حتى لو ما عنده الاشياء المعينه يسكر فيها بالتكنيك يعني. هم اي انسان بامكانه يلعب الجوجيتسو. يعني حتى لو ما كان مرن وما لها عمر معين بامكانك تلعب الجوجيتسو. ممكن باي عمر تدش هذا الرياضه؟ حتى لو انت كبير بالثلاثينات والاربعينات. حتى لو انت كبير وفي امثله كثيره يعني ناس وانجزوا بعمر كبير. عالميا على مستوى العالم. عالميا ومحليا ما يمنع. ممتاز. يعني رياضة الجوجيتسو ما لها عمر معين؟ ما لها عمر معين، ممكن انك انت تدشها في اي باي عمر تلعب، سواء رجال او نساء، باي عمر تقدر تلعبها، كونك تملك اللياقة والمرونة والجسم القوي ممكن انك تشارك. وحتى تكتسب المهارة يعني عن طريق التدريب وخطوة خطوة توصل فيها. صحيح. ماكو اي مشكلة يعني، ما توقف على عمر معين. ممتاز. اليوم دائما اسمع انه يقولون الرياضات القتاليه تخلي الانسان يكون شرس، يتهاوش مع الناس بالشارع، مع ان العكس تماما، اليوم احنا نشوف ان الرياضه القتاليه تهدي النفس، تخليك انت تكون يعني متزن في الحياه. صحيح. اكثر. صحيح. وجهه نظرك شو تقول حق العكس الصحيح. يعني من بلشت انا احس ان الامور يعني ان تستصغر الامور هذه ما تحط لها بال يعني، تخلي عندك ثقه بنفسك وان الاشياء هذه الهواش والمشاكل هذه بعد عنها يعني، واحد يكلمك واشياء ما راح تحط له بال يعني. أكيد. انت تعرف نفسك وتعرف شنو اكيد امكانياتك وشنو، فانت يعني الامور الطبيعيه راح تعديها يعني. اغلب لاعبين يعني الفنون القتاليه ما تلقى انه راعي مشاكل برا ولا العكس، عكس ما يقولون يعني، مع ان العكس في كذي وفي كذي.
في واحد يستغل الرياضة هذه بالخارج والله فيها ترد على شخصية إنسان، بس بالغالب يعني بالعكس في ناس تشوفها قبل يعني راعي مشاكل ولا راعي من يبلش هالفنون خلاص ثقة يعني بالنفس، طلع حتى إذا كان في شيء طلع بالصالة بالرياضة نفسها. صح، في جميع الرياضات ولا بس في القتالية؟ لا فنون قتالية، ما فنون قتالية بشكل عام. يسمون في بعض الناس تسمي الفنون القتالية السلاح الأبيض. نعم انك انت تملك سلاح لكن مو سكينه وخنجر وهالامور، انت تدافع عن نفسك بيدك وما تحتاج هالامور هذه. ابراهيم كلمني عن البطولات المحليه، اليوم انت تشوف مستوى البطولات المحليه زين في الكويت؟ اي نعم مستوى قوي. اكثر من بطوله فيه ولا بطوله واحده على مستوى الكويت؟ قبل 2016 و2017 كان في بطوله سايد كيك. حلو، شاركت فيها البطوله انت؟ شاركت فيها. حلو، شلون كانت مشاركتك؟ الحمد لله حصلت على المركز الثاني فيها. ممتاز ممتاز جدا، رغم الاصابه كنت مصاب، شاركت بالاصابه ولعبت. بعدين صارت كذا بطوله، كمارا تشالنج صارت يعني كذا بطوله. الاهم محتاجين بطولات اكثر من الكويت، بطولات محليه محتاجين بطولات اكثر عشان الاحتكاك مع احتكاك اكتساب الخبره. اي وعشان لو صارت بطوله خارجيه او شيء نقدر نشارك واحنا مرتاحين. يعني كثر ما تشارك بطولات كثر ما كثر ما تكتسب خبره، كثر ما يعني تدش البطولة. إذا عندك بطولة ثانية تدش وأنت مرتاح، يعني ما تصير مسافات بعيدة. إحنا نضطر إن نسافر، عرفت؟ يعني تلعب إن شاء الله هذا 5 شهور 6 شهور ما تلعب بطولة عقبها. صحيح، عرفت؟ لكن لما تلعب شهر بشهر شهر بشهر تكون متعود على الأجواء هذه ومرتاح. عرفت؟ كلمني عن البطولة التأهيلية، أنت تم اختيارك أو تأهلت إلى هذه البطولة التأهيلية. شلون كان هذا الإنجاز بالنسبة لك؟ والله هذه البطولة يعني صراحة يعني كان أقوى بطولة بالنسبة لي، يعني لأن الظروف فيها كانت صعبة، يعني ما قدرت تدش. من شهر 12 كنت موقف الرياضة نهائيا، يعني كنت واقف. صحيح، وش اسمه؟ انت وقفت من شهر 12 بسبب الاصابه ولا بسبب فيروس كورونا؟ لا شهر 12 ما كان في فيروس كورونا. حلو، كان يعني مرينا بظروف زين، بس انه تميت العب يعني على الكونديشننج وكذي، وهم وقفت يعني بعدها وسافرت. رديت من السفر دق علي الكابتن فهد. حلو، قبل البطوله تقريبا بخمس ست ايام. دق علي قال لي ابراهيم ترى في تصفيات حق المنتخب. حلو، والله اسمح لي ما اقدر العب مجاز. اقول لي مو صدق، لا لازم يعني التصفيات ما راح تصير. شارك مجرد اي صح شارك. اقول فهد يعني من شهر 12 البدله مو ماسكها بيدي، ما يعني حلو حتى ما في لمسه. اكيد والله. ورجعنا عند كابتن فهد ورديت معاه، بهالخمس ايام اشتغلنا على تكنيكات معينه والحمد لله تسهلت الامور. يعني انت دشيت هذه البطوله والتاهيليه خلال 5 ايام تحضير؟ اي والله تقريبا 5 ايام تحضير. برافو عليك، انجاز هذا بحد ذاته انجاز. اي والله، يعني لا لياقه ولا اي شيء، يعني دشيت على التكنيك اللي لعبنا عليه وتدربنا عليه والحمد لله تيسرت الامور. اليوم لاعب الجوجيتسو ابراهيم ممكن انه يكون محترف خارجي؟ اي نعم، ما يمنع. والدليل ما يمنع والدليل الكابتن فهد ما شاء الله عليه، يعني انجازاته برا وبطولة العالم وبطولة القارية. بالعكس يعني لو في اهتمام اكثر راح تشوف ناس تنجز اكثر. عرفت؟ ما يمنع. هل هناك دوري للجوجيتسو بالكويت؟ في دوري محلي عندنا احنا؟ لا ما في دوري محلي. ما في دوري. صارت بس هالبطولات يعني القليلة صارت يعني من بعد 2016. شنو اللي ينقصك انت اليوم كلاعب جوجيتسو؟ انك تتميز وتوصل وتصير نفس انجازات كابتن فهد ويمكن احسن ان شاء الله. والله اللي ينقصنا التفرغات. حلو. وينقصنا يعني مكان حق التدريب ومدربين عالميين، يعني هذا يعني عشان حق المنتخب، يعني ما في قصور بالمدربين الموجودين بالكويت، لكن كمنتخب نحتاج اكيد يعني مدربين عشان كلنا نتمرن. يعني احنا كمدربين وكذي نقعد نمرن الناس. صحيح، ما تتفرغ حق نفسك، لكن لما اتفرغ حق نفسي ويجيني مدرب راح تفرق، راح تبدع وتكون انجازاتك اكثر. نحتاج يعني الكونديشننج، نحتاج التغذيه، نحتاج الفراغ. صحيح، كل هذه الامور احنا يعني نتجاوز، يعني نطلع من الدوام ساعات، يعني اطلع من الدوام الساعه 1 1:30 تمرين. صحيح، يعني ما يمديك. ما في اي ماكو وقت، ما في راحه، ما في هذا كله. يعني برغم الاشياء هذه الناس قاعد تنجز الحمد لله.
كل هذا لرفع اسم الكويت في المحافل الدولية. الكويت تستاهل وأنتم أيضا تستاهلون، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. مشكور وما قصرت على حضورك تواجدك ويانا كابتن إبراهيم، وإذا في كلمة حاب توجهها للجمهور. والله أنتوا اللي مشكورين وما قصرتوا على تسليط الضوء على رياضة الجوجيتسو، شاكرين لكم. الله يسلمك، طول لي عمرك. ابتدي أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، على أمل إن شاء الله نلتقي وياكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة العمل، وفي أمان الله.